قم شيراز العائشة نسبوا عليها الفاحشة وقالوا الفاضل خادشة وأسسوا منهج الغابة ما نجامل من نحقق بل وصلنا عدكم التدلس اي بارك الله بك ما نجامل التدليس منهجكم تسقط خرافتكم تسقط خرافتكم الله بالقرآن واحد ربنا لا شريك له لا جسم يحوي وحيز وفوق ما واحد عليه لكن القم بكتاب يجسم الله ومثله مثلاه بشاب أمرد ومر في صورة محمد بروضة خضراء ويتمدد وهالفكر صاير معضلة هاي مو أول خرافة القم بيها استمع لي وانت تفهم كل حكيها هاي مو أول خرافة القم والله الله استمع لي وانت تفهم كل حكيها القرآن تحريفه يفتخر ويضيفه القرآن التجسيم دعوتكم تسقط خرافتكم تجسيم دعوتكم ما نجامل عمي ما نجامل من حقق عدكم التدليس بارك الله بك ما نجامل من حقق بالوصل عدكم التدليس الله التدليس منهجكم تسقط خرافتكم تسقط خرافتكم تسقط من بعد تجسيم ربنا حرف كتاب العبادة وقال قرآن المنزل به نقصان وزيادة لا يأتيه الباطل القمي القمي يظهر كل عناده القرآن منا ما سلم الآيات بالباطل هدم بليان منها جسقم واعلن الخو امتداده يلجعلت من الوصي حيدر بعوضه والنبي خليته ما فوق البعوضه يلجعلت من الوصي حيدر بعوضه والنبي خليته ما بتدليس جيتونه شنه تريدونه بتدليس تنتكس رايتكم تسقط
الله الله تلتكس رايتكم ما نجامل ما نجامل من نحقق منهجكم تدليس منهجكم تسقط خرافتكم بعروض زوجات الرسول بعرض زوجات الرسول القم يطعن والصحابة وعائشة يطعن شرفها من فتحنا احنا كتابة واستغل شيرازي نهجه وسار في مسلك خطابة قم شيرازي العائشة نسبوا عليها الفاحشة قال والفاضل خادشة وأسسوا منهج الغابة عائشة أمنا وتظل هي العفيفة واللي يطعن بها أم المشرفة عائشة واللي يطعن بها أم المشرفة الله عائشة هي أمنا رمز الكرامتنا والخوئ وثقكم تسقط والخوئ وثقكم ما نجامل ما نجامل من حق التدليس من اي بارك الله منهج التوحيد عدنا الله لا وجه وجسيم منهج التوحيد عدنا الله لا وجه وجسيم لم يلد لا ولم يولد هذا منهجنا نرسم ربنا واحد ما له ثاني ولا شريك ولا قدام ربنا مجهول جهاته كل صفاته بعين ذاته واحنا نطمع في رضاته بالصدق خط القلم نوحد الباري عقيدتنا وفكرنا ونفي كل تجسيم يبقى احنا نهجنا نوحد الباري عقيدتنا وفكرنا ونفي كل تجسيم يبقى احنا نهجنا التوحيد غايتنا هذه عقيدتنا التوحيد فزدت بضاعتكم تسقط فزدت بضاعتكم تسقط ما نجامل ما نجامل Thank you.
ما نجامل من نحقق بالوصلنا التدليس خالف القرآن نهج والدليل القم خانة ينسب أقوال الخرافة على الأئمة بكذب جانه يطعن بعرض الرسالة بالإفك يلهج لسانه منهج إلهي عانده الخوئي جاشو سانده رغم الخرافة الشاهدة بالنقل خان الأمانة جاكم بقوة المهندس بيده فاسه الله الله جاكم بقوة المهندس بيده التفت للتجسيم ويهدم أساسه جاكم بقوة المهندس بيده فاسه التفت للتجسيم ويهدم خلاها حيرانه عالقم وعوانه خلاها حيرانه عالقم وعوانه وبعلمها دمكم